احنا دلوقتي مشكلة لون الحواجب والتاتو، الناس طول الوقت اصل بيخضر، اصل طلبوا انا مني عايزة كتير برضو اتكلم عن الحكاية دي. وبتعمل جراي. للأسف أنا كتير ناس، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولا حد عملت الإزالة دي اللي أنا شلتها بالريجوفي إلا كله كان مبسوط. ليه؟ لازم تشيليه، لازم تشيليه، لأنه ملوش حل، مش هيروح، وكل ما هيقعد هيقلب زيتي، وهيبقى أصعب إنك تشيليه لأنه هيخترق طبقات الجلد اللي جوه أكتر، لدرجة إن أنا ساعات لما بتجيلي حالة مستعصية بطلب منها تعمل أشعة عشان اعرف وصل لاي طبقه من الجلد. فاحنا اسلم حاجه انك بعدين غير كده شكليا صحيا بيعمل صداع لانه ده رصاص. طبعا إيه انا بعمل، انا بفضل ده بس احسن حاجه هو الازاله بماده الريجوفي، وهاتي من الاخر لا تقولي لي ليزر ولا تاتو ريموف ولا الكلام ده. بتعمل السيشن دي بتشيلي 70 75% منه، مش لازم تشيلي الباقي. لو انت عايزه تشيليه بالمره عشان مش هترسمي تاني، هنعمل سيشن تانيه، او مش هنعمل، عايزه ترسمي النانو مايكرو بليدنج الجديد اللي هو مش شعرات، شعيرات، اقدر اعمل لك بعد جلسه من الازاله. شكرا. تمام. احنا في الصيف عايزين وصفة سريعة. الميك اب بيسيح، حتى لو انتي في ناس بيسيح عليهم حتى افضل الماركات، يعملوا ايه؟ ما احنا قلنا هتبقي حاطاه على بشره نظيفه جدا، هتعملي لي تونيك، في تونيك ممكن عصير خيار مع نعناع، ده بيقفل لي. لا احنا نتكلم في كل مره، بس نعمل ايه يعني؟ نحط تونيك الاول؟ لا طيب خلينا نقول ايه، احنا وصلنا لغايه المكياج. النهارده يعني اوكي الماسكين دول، وعلى وعد ان احنا نكمل المره الجايه لان المكياج هتمشي لي تلجه، وبعد ما تعملي الفاونديشن والباودر ارجعي مشي تلجه فوقيها. يعني قبل المكياج ونشفيه، تلج مش وبعد هيطلع المكياج. المكياج. في ناس تقول لك لا بيثبت، خليكي ما تعرقيش، هيخليكي حتى لو عرقتي مش رح يكون يعجن، اوكي ده هيثبت المكياج. هوايدة، بنشكرك جدا، نورتينا واسعتينا، قلت لنا معلومات حلوة وحاجات حبيبتي نعملها في البيت بإمكانيات بسيطة جدا جدا. كل سنة وانت طيبة، كل سنة ونشوفك وانتم دايما طيبين. على زيها خير، ونشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاربعاء اللي جاي. كل سنة وانتم طيبين، واجازة سعيدة ان شاء الله، نشوفكم على خير.